ثقة بالناس. أنت أجمل موضوع على نايم بتف ام الحنان وساكن بفيها الامان. ترغد امي ترغد امي ليله قمره، امي شيلتها شمس تنجب نهار. هاي امي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مشاهدينا الكرام، خلينا نسولف ببرنامج قوارير ملونه. رساله مفتوحه هي أولى فقرات برنامج قوارير ملونة. البنية لما تغرد يعني تريد تنشر القرنفل بالأرجاء، ولكن تحتاج من يفتهمها ويسمع لها ويفهم لغة الطيور اللي تتكلم بها. خلنا نسمع هاي التغريدات من القوارير الملونة. بداية المفروض تكون التربية ليست تربية رجعية أو تربية قديمة، وتكون مصداق لقول الإمام علي عليه السلام في مضمون حديثه يقول: لا تربوا أولادكم على ما ربيتم عليه، فإنهم خلقوا لزمان غير زمانكم. ومن هذا الحديث نتطرق لموضوع أن الأم لازم تكون علاقتها مع ابنتها علاقة جيدة ووثيقة، وتكون صديقة لها في مجتمع كثرت به المشاكل والعادات السلبية للفتيات والعلاقات الغير شرعية والمشبوهة. الأم هي الأساس في التربية، في تربية العائلة بأجمعها، ابتداء من الأب والأولاد. الأم هي المفروض تكون مصداق للقول الذي يقول: الأم مدرسة، إن أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. ولذلك نصيحتي الآن إلى جميع الأمهات والآباء بأن يربوا أولادهم تربية صحيحة، تربية دينية وثقافية، لكي ينمو في مجتمع راقي ويكون مجتمع ثقافي مليء بالعادات الصحيحة والتقاليد، ونبتعد عن التربية الرجعية والتربية القديمة. العلاقة بين الأم والبنت تكون مبنية على الثقة والتفاهم. فالبنت إذا واجهت مثلاً مشكلة بحياتها الدراسية أو خارج عن الدراسة، تحتاج إنه أحد إنه يصغر لها أو يسمع لها، يحللها هاي المشكلة بطريقة صحيحة، يعلمها إنه الصح من الغلط. فأيضاً راح تروح يعلمها من الصح من الغلط، فراح تروح تلجأ لأهلها. إذا كانوا الأهل متفاهمين فأكيد إنه تلجأ لهم، إذا كانوا الأهل ما متفاهمين راح تلجأ لغير طريق الغلط، مثل تروح للأصدقاء، ومن دون هاي الأصدقاء راح تكون صديقة جيدة أو سيئة. فإذا كانوا الأهل متفاهمين تلجأ لهم، راح تحكي لهم عن هذا الموضوع، لازم إنه يعلموها مثلا هذا المشكلة، إنه هذا اللي سويتيه التصرف غلط، فأكيد راح يعطوها الحل الصحيح وراح تروح تعالج تصرفها. بعد ما سمعنا وشاهدنا هاي الرسائل عبر الفيديوهات الخاصة، لازم أن نفهم لغة البنات وطريقتهن، وهن يعاتبن بشكلهن الحلو وبطريقتهن الأحلى. خلونا نقرأ هاي الرسائل من القوارير الملونة. الرسالة الأولى: أبي، أمي، أخي، أختي، أنا إنسانة، لا تنسون هذا الشيء. خلنا نقرأ الرسالة الثانية: أختي العزيزة، قربك مني يمنحني الثقة، فلا تبتعدي عني. أنا وأنتي نعرف لغة بعض من خلال أجسادنا، مثلاً كإحمرار الوجه لما نحس بالخجل، كرقرقة العين لما نحس بالحزن وغيرها. لذلك أنا راح أقول لك: ماكو واحد يحبنا بهالكون أكثر من أمنا وأبونا، ومستحيل يجي واحد يحبنا أكثر منهم. خلي هذا الموضوع ببالك، وخلي ظل هذا الموضوع ببالنا كل إحنا، حتى لا نظن بيهم، لأن الظن كلش مو حلو بحقهم.
ما زلنا مستمرين معكم مشاهدينا الكرام في برنامج قوارير ملونة مع الضيفة الدائمة دكتورة مريم الياسري. السلام عليكم دكتورة. عليكم السلام، حياكم الله. دكتورة، اليوم موضوع حلقتنا يتكلم عن كيفية إعطاء النصيحة للصديقة بالطريقة الصحيحة. نعم. فمثلاً اليوم دكتورة، أنا لما أشوف صديقتي ضايجة مو إلا هي تقولي، لأن إحنا نعرف لغة بعض، خصوصاً إحنا البنات، يعني لما ننضوج نعرف لغة بعض عن طريق رقرقة العين لما ندمع وغيرها. فشون أنا أقدر أنصح صديقتي بالطريقة الصحيحة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذا الموضوع يعود بالدرجة الأولى إلى اختيار الصديقة أولا. يعني أنا منو صديقتي حتى ألجأ لها؟ مرات يعني أنا أصلا ما عندي صديقة وما لجأت البنين أو غير بنين. هي بنين عندها حب الفضول وحب يعني أجلكم الله تطفل على الآخرين، بحيث تفرض نفسها بكل وسيلة وبكل آلية أنه هي لازم تخترقني، تخترق خصوصياتي، تخترق حدودي. تجي تسألني أنت مبين عليش تعبانة، أنت ما ليش خلق اليوم شنو؟ أقولها ما عندي شيء مثلا، أمك ضربتك؟ ما ضربتني. أبو شي شو سوي؟ أبدي أنا شنو أقترح عليها اقتراحات بحيث أجبرها على أنه هي تطلع من حدود الكبت اللي عندها مثلا، أو حدود الصمت اللي عندها. طبعا من الأسس اللي لازم البنت تلتزم بها هي الصمت، مو صمت النهائي أو القاتل أو التام. أنا لما ما يكون عندي صديقة موضع ثقة وموضع اعتزاز، شلون أنا أعرف أنه هاي موضع ثقة؟ لما أولا أتكلم وياها كلام أطمئن أنه هذا ما تدري بالشعبة كلها، مثل يعني أكو مثل عندنا حلو بخور السوق، يعني صير وكأنما هي قالت للشعبة كلها، بل قالت للمدرسة كلها أنه أنا مثلا فلانة اليوم ضايجة. المفروض صديقتي الصدوقة، الصدوقة جدا، يقول أمير المؤمنين عليه السلام: ابذل لأخاك يعني الصديق كل الود ولا تبذل له كل الثقة. صحيح. هذا قول لسيد البلغاء، يعني قاعدة تربوية هذه، بل قاعدة في أسس التعامل مع المجتمع أيضا. ليش؟ لأنه المفروض بنين حريصة علي أصلا ما تقول لصديقتنا اللخ أو البنت اللخ أنه فلانة ضايجة. يعني المفروض بيني وبينها تاخذني على مكان مثلا، هاي اذا بنين صديقتي طبعا. اما بالدرجه الاولى انه انا ما عندي صديقه هذاك واحد، لكن بنين صديقتي انا لما اجي اتكلم ويا بنين اطمئن انه انا ما حد يعرف بسالفتي، ما حد يعرف بقصتي. كون بنين تكون بقدر هذه المسؤوليه وبقدر هذا الهم الكبير انه هي صديقه صدوقه وناصحه ايضا. لما بنين ما تقبل على نفسها انه هي تتاذى من العائله، المفروض ما تقبل عليه. يعني المفروض ما تنصحني، تنصحني نصيحه هي تشوف نفسها بيها. يعني انا لما مثلا ادرب عائله بنين او عائله صديقتها الاخ مثلا انه هذه العائله محافظه جدا مثلا، وما يقبلون انه بنت مثلا تطلع بلبس غير لاق، ويجوز عركتهم وياها على هذا الامر. أنا أجي هنا أنا أزيد بنين وأقول لها إيه لا شنو، ما من حقهم أصلاً يتدخلون، أصلاً هم شكو دي حددوك، أصلاً أنت بنية من حقك تلبسين هذا، شنو شبي لبسك كلش طبيعي. وأنا أدري عائلتها محافظة يعني ما يتقبلون هذا الشيء. أنا هنا أنا ما أصلحت البنين أبداً، بل إيش سويت؟ أنا زدت الهوة والمشاكل والفراق بين الأسرة، وراح أدمرها البنين. ليش؟ لأنه شئتي أم أبيتي أهلك يفرضون عليك اللي أنت ما تقبلين به أو قبلتي أنت بكيفك، يعني يفرضون اللي هم يشوفونه صحيح واللي لابد أن يكون يفرضون، خلاص يقولوا لك ها شئتي أم أبيتي أنت هذا اللي بس إحنا ما نقبل. يعني دكتورة أنت قصدك أنه أنا لازم أكون حذرة لما أقول مشاكلي العائلية، أو لما أقول مثلا فد شيء صار وياي بالبيت صديقتي، يعني أكون أختار مكان جيد وإنسانة جيدة أيضا. يعني أنا لما تكون عندي الإنسانة الأطمئن إلها أطمئنان تام، بحيث أنا جربتها أكثر من مرة مثلا، أجربها بأشياء بسيطة أنه أنا أخذت الدرجة الفلانية ما حد درب الشعب، أو أنه أنا اليوم أجيت مثلا ما عندي مصروف، قلت البنين أنه أنا ما عندي، ما أستحي من هذه الأمور، لكن المجتمع بدأ يتقبلها ويتعامل معها باحترام. فأنا لما ما قلت للكل أنه خصوصياتي شيء خاص بي يعني، فبنين ما راحت شهرتني بكل الشعبة أنه فلانة ما عندها مصروف اليوم جتي، أو جتي بردانة ما عندها تلبس جاكيت مثلا أنه قول ما عندها. فلما بنين جربتها أكثر من مرة أنه هي تشيل جاكيتها وتعطيني إياه مثلا، تقول ما تقول لي هاج أنت لبسي، تقول لا خلي أشوفها عليك كلش حلو، يعني خلي أجرب عليك شلونه.
هذا نوع الملاطفة، بحيث أني سويت شيء بنفسي لله سبحانه عز وجل، وكذلك أنه أني خليت شيء مو بنفس هذه صديقتي، لأن يقينا بنفس أنه تلبس شاكيت مثلا. أما إذا أني واقعة بمشكلة، جتني رسالة غلط، أحد سمعني كلمة غير جيدة مثلا بالأسرة، أني متعداية بالبيت وأحد الشباب مثلا يعني شفت منه تصرف غير جيد، أني هنا أكون ما أسكت، لكن مو للصديقة هذه المواضيع أبدا، يعني داخل الأسرة حصرا. ليش؟ لأنه مهما كان صديقتي عقلها مثل عقلي وقلبها مثل قلبي، يعني لا تعي ولا تدرك يعني حجم الخوف والحرص اللي الأهل يبادرون به أو يكنون للبنت. يعني أنا من أحكي البنين مثلا قد تقول إيه شوفي شي يريد، يعني جوز يريد يقول شفت كلمة معينة، يعني وشنو يعني إذا طلعتي ويا ابن عمك مثلا لفلان مكان، أو شنو إذا رحتي ويا بنات عمك لفلان مكان مثلا. ليش؟ لأنه أنا أتمنى أنا أشوفها شيء صحيح بعمري، بينما الأهل ما يقبلون لأنه يشوفون شيء غلط ويشوفون شيء مؤثر سلبا على البنت. هم عارفين أنه هذا الموضوع خاطئ جدا ومؤثر سلبا، يعني هم للنصيحة أكثر شيء للأهل خصوصا الوالدة أو الأخت. أحسنت. قصدي مغزى الكلام شنو؟ أنه حتى النصيحة أو التعامل مع الصديقة يكون بحدود وبمنافذ معينة، مو منفتحة عليها أنا انفتاح تام بحيث هي تعرف كل خصوصياتي وكل ماكو حدود بيني وبينها، إلى درجة أنه أنا إذا صرت بيني وبينها تاتش موقف سلبي أنصدم وأعيش حالة نفسية سيئة جدا، ويعني أثر على دراستي وكأنما كانت هي جزء من روحي. لا أوصل إلى هذه المرحلة، لأنه ديدن الحياة هالشكل أنه ما حد يدوم للإنسان، يعني إلا ما تبقى بيننا وبينكم علاقة طيبة سلام عليكم السلام، لأن طبيعة الحياة بها فراق. أما تختلف المدارس أو تختلف الجامعات أو إحنا نشيل من منطقة، يعني شيء وارد جدا. الله يحفظكم، شكرا جزيلا لكم. مشاهدين الكرام، ما زلنا مستمرين معكم في برنامج قوارير ملونة. لك يا أمي، أمي الغالية، أنت الدنيا من المحبة وعالم من النقاء والصفاء، لذلك كلمات العالم كلها ما توفي شي من حقك. أقول لك كل ما أشم الوردة وأشم عطرها أتذكرك، لأنها من الأرض وأنت الأرض. نعم أنت الأجمل، أنت الأجمل أثناء تواجدك بقاعة الدرس، أنت الأجمل مع طريقتك الجميلة تتكلمين بيها ويا زميلاتك ويا الأساتذة، أنت الأجمل لما تفهمين الدرس بأهم لحظات بحياتك. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام الحلقة لهذا اليوم، ألتقيكم بحلقة أخرى إن شاء الله من برنامج قوارير ملونة. في أمان الله وحفظه.